يعني في التعقيب اللي كنت عقبت به في المؤتمر ذكرت لهذه المسألة قول الله جل وعلا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فجعل العداوة والبغضاء حاصلة وغايتها يعني غاية زوالها حصول الإيمان. فإذا حصل الإيمان بالله وحده دون الشركاء سواء في التشريع أو في العبادة فهنا يحصل الإلف والمودة. فهذه الآية دليل ظاهر على عدم الجواز الدخول في هذه البرلمانات أو حصول مثل هذا التساهل، وهو أنهم يجلس مع الشيوعي بجنبه أو مع الملحد أو مع الذي يدين بغير دين الإسلام، يعني إما مشرك قبوري أو نحو ذلك، وكأنهما أخوان. نعم. فهل يستقيم الاستدلال بهذا؟ لا أعتقد هذا. لا شك أن الآية كما تعلم هي صريحة في مجالدة المسلم للمشركين، ونحن لا نستطيع اليوم أن نحكم على البرلمانات القائمة اليوم في البلاد الإسلامية أنهم مشركون. وأظنك تعلم أو على الأقل تعتقد، لأنه ممكن ما يعلمه الإنسان يعتقده، تعتقد بالتفصيل العلمي الذي يدندن حوله ابن تيمية ومقيم الجوزية بأن الكفر نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي. فمن وقع في الكفر العملي لا يجوز أن يعامل معاملة من وقع في الكفر الاعتقادي. ما أدري هل ترى هذا التفصيل؟ هذا التفصيل في من حيث الأفراد، الفرد بنفسه هذا يكون لا شك في جريانه، لكن الآن واقع الدول واقعها أنها تؤيد الشرك بالله وتحميه، وبل تضاد وتعادي من أنكر الشرك. هذا أيضا في نظر في وجه نظري، لأنك حينما تقول بارك الله فيك الدول أو الحكومات، فأنت لا يخفاك أن هذه الحكومات مؤلفة من أفراد، ما هي شخصية يعني متميزة عن كل فرد، فهي مجموعة أفراد. فنحن حينما ننظر إلى هذه المجموعة من الأفراد ننظر إلى الغالبية فيها، هل هم في حكم الإسلام الظاهر الذي لا يشق القلوب، هل هم عندنا مسلمون أم هم عندنا كفار ومشركون؟ فإن غلبت الأولى على الأخرى قلنا إنهم مسلمون ويجب أن نعاملهم معاملة المسلمين، وإلا كانت الأخرى. ولذلك فالتفريق بارك الله فيك بين الأفراد وبين الحكومات، هذا التفريق نظري ما هو واقعي، لأن الحكومات أو الدول هي مؤلفة من الملك فلاني والوزير فلاني والوزير فلاني وإلى آخره، والنائب فلاني والنائب فلاني. هذه المجموعة إما أن نحكم عليها بأنها مسلمة على عجرها وفجرها، وإما أن نحكم بأنها كافرة. يعني نحن الآن بصورة واضحة جدا ما نستطيع أن نحكم على أي برلمان من البرلمانات اللي ملكها مثلا يصلي ويصوم، وكذلك بعض الوزراء إن لم نقل كلهم وكثير من النواب الآخرين، أن نقول هؤلاء مثلهم كمثل قوم إبراهيم الذين تبرأوا منهم إبراهيم عليه السلام في تلك الآية الصريحة. ولذلك البراءة من الشرك وآله هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن زان كما كان يقال في قديم الزمان، ولكن المهم في الموضوع أن نحدد هل البراءة من هؤلاء محلها هنا لأنهم مشركون أم ليسوا مشركين؟